محلى قدك. اليوم في محلى قدك اخترت باش نحكي لكم على حاجة مش جست تمس البيانات متاع كل واحد فينا راجل كان ولا امرأة. السوجي اليوم عبارة على دي تيس اسيوس بساط سهلين واي واحد فينا يجم يتمتع بها، تعاون على تسهيل سيركولاسيون الدم في الساقين وتعطينا احساس بالانتعاش والحيوية. على حسب معهد إسباني متخصص في أمراض الأوردة والشرايين، 30% من الكهول يعانيوا من القصور الوريدي، يعني مشاكل في السيركولاسيون تاع الدم في العروق، لفات اللي تحسوا بوجيعة ولا نفاخ في الساقين وإلا حتى لي فاريز، هذه حاجة موجودة برشا. هيك علاش باش نعطيكم دو غوسيت نتاع دي جو تنجموا تعملوهم في الدار. الجو الأول هو عبارة على زوز رونداليت أناناس، ترونش نتاع دلاعة، كيس ماء و10 كعبات فاريز إذا كان موجود، ومغرفة اسكنجبيل فخي مرحي. الجو هذا من أحسن ما تشرب سيغتو بعد نهار طويل خدمة وتعب، على خاطر مكوناته تروي البدن وتنعشه. مش هذاك هو، أما زيدا هو عبارة على بواسون انرجيتيك تخلي سيغتو المرأة بعد نهار خدمة تكمل قضية الدار في فورمة. بالنسبة للجو الثاني متكون من زنباع، كيس ماء كي العادة، ومغرفة اسكنجبيل فخي. نحطو هذا كل فوق النار جوست يقيم الغلوة ونخليوه حتى لين يبرد. كيما معروف الزنباع غني بالفيتامين سي، هيك علاش باع وين يتباع الزنباع؟ وي الزنباع غني بالفيتامين سي، دونك نجمو نستعملوه في برشا حاجات ابار لي جو. هيك علاش ينشط الدورة الدموية. نص ساعة قبل الفطور نشربو الجو هذا ونعاودو الحكاية هذه 3 مرات في الجمعة. دونك حاجات سهلين نجمو نلقاوهم ويجمو يعاونوا باش الدورة الدموية تدور. سيرتو ماهمش مكلفين. فوالا نعرف الزنباع به للرجيم زادا، به عنده برشا فوائد دونك الزنباع. بربي سامحني من نحب نسالك ابروبو لي فاريس، هما من الوقوفة برشا حاجات لي فاريس، فما لي ريزيتير، فما لي باش نكون نحكي عليهم ديجا في الحلقات الجايين. اوكي مليك، استنى. محلى قدك.